والساري تخميس على قناة التاسعة، الربح فيها 101 اتوال 707 اتوال 1 دياز. لحد الجاي القرعة على 50 مليون، 50 مليون من أهداف تسلات تونس. لحد الجاي باش يكون حاضر معنا عادل التنفيذ، والقرعة باش تسوق باش تكون لايف. اي عاد لايف الخميس الجاي، الخميس الجاي ما نصوروا بالحد احنا. ايه باش نعمل انا سي وليد باش تقول لك نتفرج لحد الخميس الجاي، الخميس الجاي القرعه نتاع ال 50 مليون باش يكون حاضر معنا عادل التنفيذ. باهيك هيك امورك مريقله. صحيح وليد، ان شاء الله انت اللي تتفرج فينا تكون سعيد الحظ والفايز بال 50 مليون. توا جي يا 50 مليون وبوس عبد الحميد. عبد الحميد اليد البريئة هو اللي باش يخلط. صار عبد الحميد يخلط؟ مالا عندك اعتراف؟ والله كانوا يقولوا لي جيت عبد الحميد يخلط. المغرفة عنده والله نحب عبد الحميد يخلط. صحيت عبد الحميد يخلط. طب اش معنى عبد الحميد يحبك؟ يزي بلا تزيد تبني يزي سيلونس ناكد لك لين نحبك. والله لا والله لا والله اخر بوت والله يحبك. والله والله يحبك يا عبد الحميد. والله يحبك. والله يحبك. والله يحبك. اقسم بالله يحبك. والله يحبك. والله خالص بوس. يزيد. والله يحبك يا عبد. والله يحبك. اقسم بالله. عبر بشفايفك مش لازم تلصقهم على خدك. يا خويا احنا كطري. يا ما يحب تحب. احنا كطري. نحب. تحب. تحب. بحبك يسير ام فلاش عبايه. نوريكم تصاور مخدومين بالذكاء الاصطناعي، وكل تصويره تعبر على مثل شعبي تونسي. باهي هذي. اربعه تصاور لكل فريق. فريق الحلو بدينا بكم انتم قبيليكا، تو باش نبداو بالفريق الحار. عبد الحميد، لطفي، فايزه. حاضره؟ حاضره فايزه. توت سويت الدسير. نبداو مع الفريق الحار بالصورة الأولى. عندكم التوقيت وعندكم التصويرة 20 ثانية. عبد الحميد، لطفي، فايزة، شنو هو المثل التونسي هذايا؟ كسر الهم يضحك. شنو رايك؟ عندك حاجة أخرى؟ يا طفلة اصغي الي. ركزوا في التصويرة. عندك ابار عندك كسر الهم يضحك. حاجة أخرى هذيك الأخرى ضحك الكلمة ضحك خوه ما عندناش. ركزوا في التصويرة. انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. يلا يلا فايزة، أنتم مش قاعدين تراو. خلينا نبداو بالحاجة بالحاجة. زوسة شوف عينيهم حزان. انتهى التوقيت. كثر الهم يضحك. كثر الهم يضحك. جواب نهائي. كثر الهم يضحك. إجابة غالطة. على الفقر. الإجابة هي إذا لقيت الزهو والترب لا تبدلوا لا بشقاء. أي على الغيتار. إيه لكن ثم ضحكة في الحكاية عاد. إذا لقيت الزهو والترب لا تبدلوا. إي ما فما كامل كامل. لأن المعدين نقول مرجع حطونا ما دامها ضحكة. الجيتارة هي الترب. إي وين يضحك؟ وين يضحك؟ أنا عارف كثر الهم يضحك خاطر الجيتارة. إي ضحكة ضحكة ضحكة. واحد يضحك وعلى الزهو. لا لا كان جات الجيتارة إذا تلقى الزهو هما شيخين أما مش الضحكة الكل هذاك. أنا رأيي الشخص شوي. هذا قاعد يضحك وعلى الجيتارة. هذاك باش يموت لي من تنس. إي ولا لا تبدو لا بشقا ولا بتاع. لا بالحق رياض. لا لا مش 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 نمشيو للفريق. نمشيو للفريق الحلو. شنو الفريق الحلو؟ فهموا سي عبد الحميد. نمشيو للفريق الحلو. هما جاوبوا غلط. الفريق الحلو الديسير نتاعكم التصويره هذيا. هكا 20 ثانيه. 20 ثانيه. توب. شاوروا احكيوا. قول لي ايش يا زبانه؟ لطف فرح. ايه؟ فرح. ايش هي؟ قول قول. ايش هو؟ قول قول. ايش يا زبانه؟ ايش يا زبانه؟ بس ثانية كلمة. يلا فريق لين. فريق لين. شنو هي الإجابة؟ ايش يا دبانة ما فما في الدنيا كنانة. يا سلام. ايش يا دبانة ما فما في الدنيا كنانة. جواب صحيح. برافو فريق. حلو. التصويرة تجي منا ولا منا ولا الذبانة كيما لطفي وش بيها ذكي يضحك ولا الذبانة. لا لا الحقيقة هاو البناية والله قلتها توا فايزة. هي سهلة. باهي خلينا نشوفوا. خلينا نشوفوا الثالثة. خلينا نشوفوا الثالثة. فريق الحار التصويرة الموالية 20 ثانية.
يعاونهم حد. صعب علينا برجولي احنا. لا لا مش بتاع روسي ثاني. هذه هي اذا 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 حبيت ولدك تعلم ولدك الكلام حطه صار حجام. جاوبني باش تبع كلام عبد الحميد. معرفش عندك فكره اخرى انت في الكلام هذا؟ عبد الحميد قال ما نعرفش. اذا تحب تعلم ولدك الكلام حطه صار حجام. جواب صحيح. برافو عبد الحميد. هو المازال مازال اكبر من هكاك. اذا كان تحب تعلم ولدك الكلام حطه صنع حجام، واذا تحب تعلم ولدك التواشي حطه صنع شواشي. التواشي معناها الكلام المقعر. واذا تحب يغني عادي عدنان الشواشي. لا لا ما فماش. واذا كان تحب عدنان الشواشي يقرب كبير. اما معبر الصورة. معبر الصورة. واذا كان تحب تعلم ولدك البوس جيب له لطفي بنطق. جيب له لطفي بنطق. الصورة الموالية. يلا. فريق الحلو المثل الشعبي الموالي. 20 ثانية. حب على عنبة كما جابوا له عنقود. عاش يتمنى في عنبة ما جابوا له عنقود. عاش يتمنى في عنبة ما جابوا له عنقود. عاش يتمنى في عنبة ما جابوا له عنقود. ما ينفع فنان الغلبة إلا من تحت اللحود. جواب صحيح. برافو فريق الحلو. الصورة الموالية فريق الحار. 20 ثانية. توب اللي برجه بالمرمى يموت من البنك. هذه على رياض اتفق. ما تستناوش توقيت. لا 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 ما تستناوش. لا لا خليك في عقلك تخمم. الناس قاعدين يخموا معانا. دودي انا كاو خلينا نلعب واحد. شو بدك كاو كاو؟ شو بدنا؟ ان ترينو باش يخرج. اذا برج بالمرمى ما يموت كان في السال البغري. موجود. جاوب بنتي. تفضل. اذا برج بالمرمى ما يموت كان في السال البغري. اللي برج ولا زهر بالمرمى يموت في سطل بغلي. جواب صحيح. برافو فريق الحار. الصوره المواليه فريق الحلو. نربحوا توا. الصوره المواليه شوفوا الصوره 20 ثانيه. شنو هو المثل الشعبي؟ توب. هاي مزيان اليوم تخكب. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. أعطيني الإجابة. عندكم الإجابة ولا لا؟ انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. تبع كاو. تبع لبي. انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. شنو كنت تقولوا انتم الفريق الهار؟ حط لبهيم. حط لبهيم. لا لبهيم اذا ما يعلموا الشيخ يعلموا النهيق. هذه تنجم تكون ديجا زوز اجابات صحيحه هذيا، والا لبهيم تبدل والكاريته هي هي اوسي. اما مادامهم زوز بهايم حشاكم هذا الاخرى تولي اصح. زوز اجابات. فما زوز اجابات صحيحه. ميسج المفيد ومغالطي. المفيد ومغالطي. توا ضمنتم والتعادل خاطر انتم ضيعتوا نقطه اولى. على القليل. فريق الحار مازالت صوره، والفريق الحلو مازالت لكم صوره. الصوره السابعه للفريق الحار 20 ثانيه. شنو هو المثل هذا؟ اذا بومة كان بومة في اخير يخلفوها الصياد. هاي هذه امكانيه. الثانيه مش بومة. ما عنديش فكره. هاي انتهى التوقيت والسهل الممتنع. اذا البومه فيها خير ما يخلفوها الصياد. يلا جاوب. اذا البومه فيها خير ما يخلفوها الصياد.
قوينا في البيسبول. اذا البومة ما فيها خير ما يخلفوش فيها. اذا فيها فيها مش ما فيها الاخرى تجي تو بحذا هذيك. خلينا اذا البومة فيها خير ما يفلتوها الصيادة. انا نحب نشوف الصيادة هنا فين. ما ثمش صيادة تو جا وهذيك البومة الثانية صغيرة. هذيك ترى فيها بومة غرام. بومة صغيرة. شنو هو الطائر اللي سقيه من سقيه حتى كشي المنقار وراسه كله أسود؟ غراب. هذاك غراب. غراب أعور. هذاك غراب. هذاك غراب وهذيك بومة. دونك شنو المثل اللي ينطبق عليهم؟ بومة ولا غراب أعور؟ مش أعور هذيك. الغراب امور واضحه. البومه بومه والغراب غراب. غراب عامل لطيف يعني. ساعات قاعد هو ومرته ويبدا هاد الدنيا ماكله بعضها. شو يقول لها؟ راسي راسك يا مغبونه انت انا الغراب. راسي راسك يا مغبونه انا الغراب وانت البومه. وانت البومه هذاك هو المثل. جاوبنا احنا نتعدوا تو. اذا كان جاوبتوا على المثل هذايا تتعدى مباشره صديقي للدور النهائي. خاطر كيف شو اللي عندكم ديسير شو اللي عندكم ثلاثه السويت والتحريش. جاوبوا عندهم كان لونتري. دونك كان تفرتوا هذايا تعادل عادل. الصوره المواليه الصوره اللي باش توصلك لتخلص كاش مباشره من غير ما نتعداو بالاديسيون. ركزوا 20 ثانية توب. كيف توقيتك هاو سي كيما احنا قبيلة؟ وفيه توقيت سي وليد. انت هالتوقيت تشوش خلنا انت نركز. انت هالتوقيت التوقيت. فيه التوقيت يا جبت لكم الفكرون يا حفه. فيه التوقيت. انت هالتوقيت اعطيني الاجابه. عندك الاجابه ولا انا لا هو نعرفش. وانت وانت فيه التوقيت. انت هالتوقيت ما عندكمش الاجابه. تنفسوا تاريخ الحار. تنفسوا. خذ العلم من روسنا في كامل. خذ العلم من روسنا في كامل. صحيح. اتخذ القرار حصل ما في الصدور. خذ العلم بالروس الفكير. هذاك هو جواب صحيح. اش بكم توا خممتوا فيه؟ توا جاتك الفكره. هذاك اللي كتبها لا 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 بالبلوتوث. توا جاتك الفكره. انت التوقيت تعادل في الديسير بين الفريق الحلو والفريق الحار. نمشيو للاديسيون. نمشيو للاديسيون. لاديسيون هي اللي باش تفصل المباراة باش نعرفوا شكون اللي باش يخلص ولا باش يخلص كاش الليلة. بعد المنافسة القوية وبعد التشويق هذا الكل قعدنا لاخر لحظة ما نعرفوش فايزة باش تنسحب ولا باش تواصل المباراة. فايزة ترحم على والدينا كسر حفات. صحيح. ما لقاو قعدوا كي الفكرون حتى هما جاوبوا مخر. قعدوا بالريتم نتاع الفكرون وجاوبوا مخر. دونك خلاو الامل مازال قائم. قبيليك بدينا بالفريق الحار تو بالفريق الحلو مباشرة. لاديسيون نتاعكم تحفظوها وتعطيوني الحسبة قداش. المهم تجيبوا لي المونطون قريب والا قد لاديسيون قد شيف غسان شد لي الكاسه نتاعك. توب فريق الحلو. أمل عندها 37500 و الأخرى 18 57 58 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
110 جواب نهائي، 110 للفريق الحلو، فريق الحار. يلا لاديسيون نتاعكم توب.
قداش زوز ولا واحد واحد خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر انتهى التوقيت فريق الحار واحدة أنت توا فريق الحار وأنا خمسة ليه لا هذا فريق الحلو عطيني لاديسيون سيد المخرج تاع الفريق الحلو شعنا فريق الحلو عندنا ثلاثه جوفر شوكولا بانان ثلاثه شوكولا شو ثلاثه كوكتيل غلال واحده ماء من الحجم الكبير هذوما كلهم يطلعوا 102 ثم قلتوا 110 عندكم ديفيرينس نتاع 8 دنانير ولاديسيون تاعكم قدامكم فريق الحار حاضرين حاضرين عنا ثلاثة تشيش بالقرنية ثلاثة حوت مشوي ثلاثة بريك شفرات واحدة ماء من الحجم الكبير الحسبة الكل تطلع 95 دينار قداش قلتوا انتوما 75 دينار قلتوا ولا 72 دينار دونك الفارق كبير يا حبيبي فارق شاسع برافو فريق الحلو واجدي بعد شوية في تغلس كاش فايزة جا بحذايا تصفيقة كبيرة على فايزة برافو فايزة انت ما حفظتش ولا هما ما حفظوش ولا شنو هو المشكلة انت ما حفظتش استنى استنى باش نبداو متفاهمين فهمنا عبد الحميد ياخذ زوج الاولانيين تاخذ هي الثالثة وناخذ انا الرابعة هكا ولا عبد الحميد هك. جات في الاخر بالكل ما تشدش كعبة بركة هي تحب تربح مبروك عليك صعب معاك اليوم الحقيقة الواد هما صعب معاك لا حبينا ندزوا معاه للاخر هما صعب معاك لا نخسر ما احنا مع روس تيكا فواياج ومع تونسي تيليكوم ما تروحش متغش ومع جاردن اوتيل دونك مبروك عليك مبروك عليك إقامة لشخصين في نزل الخيام جاردن من هدا روس تيكا فواياج مبروك عليك فايزة ما تروحش متغشة ها سلم على الجماعة واجدي بعد شوية في تخلص كاش ويسحار تخلص كاش في كويس حار واجدي حاسس خايف شوية بالحق انت بعت الطرح صحيح هاي هيش لا لا تبعني انا خديت لا لا يا ولي تفضل اش بتعمل مش تمشي لا تاكل وحدات في صح في خمس في اخوك كلمه الزمر في صح في صح هيا وليد هات سهله هاي صايف هاي صايف امور واضحه مش هو اللي فات باب منارة باب جزيرة جيران الكل فاقوا مش حطوه في الإطار هو خايف أما نقولوا راهي لعبة في الآخر بالكل تفضلي هاي خليه يركز حاضر وجدي حاضر نبداو طب قداش تشرب من قهوة في النهار قداش لازمك تخلص كل شهر باش تنجم تعيش مرتاح كيف تبدا عندك سهرية ولا ماشي العرس قداش تقعد تلبس وتحضر في روحك انا هو اللون اللي ما تحبوش أنا هي الخضرة اللي من غيرها ما نجموش نعملوا سلطة أم كحورية
القطوس كيفاش يمعوق؟ السؤال هذا واللي هو قبل الاخر قداش نمروه؟ اخيرا 15 مع 3 مع 2 قداش؟ وقت ما تحب واشتي. يلا زوز قهوي ثلاثة ملايين اي نص ساعة اي روز اي عين دراهم اي فقوس فقوس تاع المكحورية ما عرفتش باش طيب يعني ما نطيبوهاش في الساحل ما عندناش من سفناريا الإجابة السادسة غالطة صديقي هي سفناريا مش الفقوس دونك مازال عندك إجابات أخرين أنت مازلت حافظ شنو هما الإجابات اللي حافظهم سفناريا تاع القطوس لا ديجا غالطة بعد تجي لازانيا خلينا نبداو من الأول دونك عندنا قداش تشرب مقاوة قلت لي زوز قهاوي جواب صحيح قداش لازمك تخلص كل شهر باش تنجم تعيش عيشة مرتاحة 3 ملايين جواب صحيح وتنجم انت تختار اي جواب الاجابة الثالثة كيف تبدا عندك سهرية ولا ماشي العرس قداش تقعد تلبس وتحضر في روحك قلت نص ساعة صحيح انا هو اللون اللي ما تحبش تلبسه قلت الراز هكا ولا سمي بلاصه في تونس يصب فيها الثلج وليت بارك الله تونس كامله متصوره فيها البريود هذايا عين دراهم جواب صحيح الاجابه السادسه امك حوريه باش شنو الخضره اللي تتحضر بها اللي هي السفناريه قلت فقوس دونك اجابه غالطه ومن بعد حكينا على بالمرمز واللازانيا شنو تختار انت هنا جاوبت ميعاو اللي هو السؤال من بعد دونك لازانيا ولا مرمز ولا كيما تحب السؤال الثامن القطوس كيفاش يمعوق كيفاش قلت ياو ياو صحيح السؤال التاسع هو السؤال هذا واللي هو قبل الاخر قداش نمروه اللي هو التاسع والاجابه الاخيره 15 مع 3 مع 2 هما 20 دونك قداش عندنا من اجابه صحيحه اجابه 2 3 4 5 اجابات صحيحه 2500 زوز ملايين و500 ملايين اتصال الفولس مبروك عليك والدي 2500 من هدية اتصال تونس زوز ملايين ونص بهين بهين ها فرد ولا برافو عملنا جو باهي الحمد لله صحيح ولا عبد الحميد صحيح فالوقيت هذا يدفيو يدفيو ان شاء الله مبروكين عليك نشكون تحب تقدم تحية نخلي لك للعائلة والأصحاب والأحباب وليكم انتم يعطيكم الصحة على الجو شتعمل بهم شتعمل بهم شتعمل بهم شتعمل بهم الفلوس هذوما شتعمل بهم برا خلينا نتبرس يا خويا تنسنس تي ميساج شتعمل بهم شتعمل بهم اسمع كلامي اسمع كلامي كي تجيب تعمل حاجه خليها بصوت الرب ما تجاوبوش ما تقولش عملت حادث على الاول وقعدت مسالته فلوس عملت حادث يا خويا ولا لا ما نقول عمل حادث مسالم شويه فلوس باش يخلصوا بهم وتصفيق علي تصفيق علي تصفيق علي ولدي اتوال 707 كودي وصلت للخمسة ملايين كاش كيف كيف قرعة الخمسين مليون الجمعة الجاية نهار الخميس الجاي عادل التنفيذ باش يكون حاضر معنا خمسين مليون من هدية تسالة تونس ميرسي والدي عاش خويا ربي يخليك نتلاقاو الخميس الجاي الخميس الجاي في نفس التوقيت للقاء